قارني قلت لي موضوع كذا كذا، قال والله ما في موضوع، ما في. افا ليه؟ قال موضوع ما في لين تجي يا رجال، قال لين تجي. قلت على خشمي انا بنجيك وانت تقدر وحنا نستاهل. واليوم خوي طالت عماركم عامر، اهلا وسهلا عامر. ابو علي يلا حي. يا مرحبا، شلون طال عمرك؟ والله بنعمه. كيف امورك؟ والله بخير. يلا حي. يلا ابقى توكلنا على الله على الجنوب. خالصه ها؟ يلا حي ابو علي. الله يسلمك. والله ها؟ توكلنا. يقولون ابو ياسر. والله ابو ياسر زعلان علي. من هو ابو ياسر؟ عبد الله العلاوي. عبد الله العلاوي ليش؟ يقول قصايدي كلها فلحت. زعل عليك؟ في الديوان عندك. زعل عليك؟ وسط. لكن ابدا اقول لي شاعر غير. ابى فلح الليله. الليله ابدا اقول لي شاعر. ما في كلام. انا اشور عليك انك تولج ابو فيصل. منو؟ بي بالعازم. ونعم. تولج. انتهى. راح احبط من قصايده وقلها. انتهى. من الليله نبدا باذن الله. يلا يا جماعه الخير انتظرونا هناك عند بنط عيمز، عسى الله يجود عليه. توكلنا على الله. وصلنا حبايب الغالين عند معزبنا. هلا ابن طعيمز. هلا وغلا وكرتون حلا. يلا حي. شرفتنا ابريكم. مرحبا بك انت اخوي. الله يعزك. ومن قدامكم من الاصحاب والحبايب. يطول عمرك. والله شرفتونا. الله يبارك فيك. والله الساعه المباركه اللي جيناك والبساطه الجميله. أيوة. اللي احنا انا انبسطت حقيقه من يوم ما دخلت مع الباب من شيء حتى بيبسط المتابعين. الحين برجع من عند الباب واصور. الله يسعدك. وتمنيت اني رافع سنابي وانا داخل والله على النخيل وعلى لا 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 الاشجار الطيبه وعلى الاستراحه ما شاء الله تبارك الرحمن لا 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 الونيسه اللهم لك الحمد والله. اما ذا الحين فانا اقول لك ما تلام. انا دائما اقول مرزوق هنيه ما يطلع من ذا المكان. لا والله لا تطلع منه. نعم. الانسان اللي يجلس في محله دائما جالس في موقعه في مكانه لازم يرتب وهيئ كل شيء. سبل الراحة تكون موجودة كلها. والله ما شاء الله كل شيء موجود. من أشجار، من جلسة، من أمورك كلها لازم ترتبها صح. تأخذ راحتك حتى لو يجيك زوار يجيك أصحاب برضه نفس الطريقة يأخذون راحتهم زي ما تأخذ راحتك. عافي عافي. والحمد لله. الله يبارك لك إن شاء الله. الله يحييك وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله يوفقك. مرحبا. وأنت تستاهل التوفيق. الله يحييك. ومن حبه الله حبه بخلقه. الله يحييكم. طول عمرك. طيب. مرحبا مرحبا. كيف حالكم؟ والله بخير الحمد لله. مرزوق. مرزوق النفيعي. ونعم ونعم وانا كلام لي كله من مشهد. هي العينه واحده والجسم واحد. والله العظيم صراحه من الليل وانا معلق على الرجال. خوالش يبي خوالش يبي الرجال. اشوف لا قلت له لا قلت له من مشهد قال ها خلنا عكس القمره. لا قلت له من مشهد قال الله مرزوق. يا حالك شلونك؟ شيباني ونفيعي كلهم من عتابه وعتابه ونعم. مرحبا بكم والله. الله يبارك فيكم. كلمونا شبابه. مرحبا مرحبا ياسين. مرحبا ياسين. تبارك الرحمن. هذا مجلس طالت عماركم استراحه ابن طعيمس. ما شاء الله تبارك الرحمن. ابى اطلع برا يا جماعه الخير وصول. الله يطيبكم من طيب الجنه. انت راعي الطيب وراعي المذهب العريب والله يوفقك ان شاء الله دنيا واخره. حياك حياك. ان شاء الله. تبارك الرحمن عزيز. تبارك الرحمن عزيز وغالي انت ومن معك يطول عمرك والحاضرين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مرحبا. ما خل بس الطيب عامر عشان نعطي الحين. انت كيف تتعامل مع اخواننا الغالين اللي عندك هنا ما شاء الله؟ تبغى اشوفك تكلمهم بلهجات كذا كلهم لازم نعطيهم لغات. عطهم بغى شو اسمه. يا مرحبا بحساب الحي. الله يطوله. عطى كلمه. من هو؟ كلم ابو بكر يا عرفت ايش يقول عرفت ايش يقول. يقول تعال خذ المجمر. ها الله الله يطول عمرك. تسلم تسلم يا الله يبارك. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا طالت عمركم مكان مرزوق. اقسم بالله يا جماعه الخير مكان ما هو تغذيه ما شاء الله. اول شيء ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما هو مكان تغذيه بصريه يا اخي. ابو الطاقه الايجابيه وابو الوناسه وابو السعاده. شوف الدكه اللي هنا موجوده ما شاء الله تبارك. شوف النخل يا جماعه الخير. شوفوا الجلسه اللي هنا الدكه هذه اللي في الصيف. بس في الصيف. اما في الشتاء طالت عمركم المجلس اللي احنا جالسين فيه مرة ما ناقص مرزوق. اللي بقترح عليه ذا الحين
ان الجلسه هذه يحاول يحط لها بيت شعر ولا يحطه هنا ولا يشوف، ما ادري وش وجهه نظره في هذا الامر، لكن شيء يا جماعه الخير يثلج الخاطر وسلامتكم. ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله يبارك لك فيما اعطاك يا مرزوق، الله يبارك لك ومرزوق من الناس اللي يستاهلوا. اي والله يا جماعه الخير انا اغبطك والله ابو ابن طعيمس على هالمكان. اتمنى يعني تعرفون، ها اقول لكم ابغى لي دور وابغى لي حوش زي كذا، اعطيه من النخل واعطيه من الاشجار اللي تجيب الطاقه الايجابيه واعطيه من الدكات واعطيه ما شاء الله تو. الله يرزقنا وياكم، الله يرزقنا وياكم من فضله، والله يبارك لك يا مرزوق، الله يبارك لك يا مرزوق يا حبيبي، تستاهل كل خير ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله مرحبا مرحبا بكم، حساب الحي الكلب يا راعي، مرحبا الكلب. الله يبقيك ويطول مهاليك، حياكم الله على ما يسر الله. الله يبقيك ويطول مهاليك يا حبيبي، مرحبا في مرحبا. الله يبقيك، تفضل يا بندر. بندر لا منه والله، تبقى وتحشي، تفضل تفضل. الله يبارك فيك واليا ما يقطع عمرك البرد هذا هلا ارز هاي من مشيت والله البيت من ملونه بالشوي حركات. الله يبيض وجهك، ارحم والديك ما قصر، بيض الله وجهك يا ابو وجهك ابيض. الله يكثر خيرك، نور دابكم فتمنه شوي دمات حركات مرق، لكن معنا برد ولا يدفي البرد الا الرز، ما يدفي الا من يشتري العين راحت. والله ما راحت. هلا بندر، مرحبا يا مرحبا، يلا حيا مرحبا بندر اخوي. ما شاء الله تبارك الرحمن، مقاطعك منتشر حق دانكن. دانكن ما معه دانكن، اي دنكان 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 دنكان، يحطونه الناس هذا دنكان، ولا تنسى لا تمر الدكان، لا تمر الدكان. انا اقول اول اشوفه عند الناس منزلينها، لا من ماخذوه من دانكن وكذا. ايه ايش قصته؟ قصته اعلمك، اول ما تحت التصاوير ايه، وكحين العرب يصوروني من اول وانا ما معي غير جوال بكشاف. ايه كان يجي اخوي اللي قال يا ولد انا بحط لك سناب ايه صور. طيب وانا اجيك بايع لنا حشو الجنادريه. ايه وانا دخلت طرف الرياض، انا دخلت وراني عايم في دنكانت اول ما حطوه. لما معي اخوي اللي قال اوك صور صور احنا ضلع على عشان يجونك، ولا حكه ولا مبقى تعدم المسلمين ولا احنا مبقى. انا شغل الكاميرا شد جميلك وانا صور جاي على شرك ابشركم. كيف لحظه كيف الاشد قلت؟ ابشركم تطورنا تطورنا. يقولك اجل لا تطور الكلام، تطورنا ما عاد نشرب الا من دنكان، ولكن نونات 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 والله ما شرينا منه. وقال كذي وقفنا صورنا ما غير كذا، طبقت حقة المشاهير بالضبط. الله الله واستمر وانتشرت وانتشرت سبحان الله سبحان الله العظيم. طيب والثاني حقه اللي يصورونك وانت تقول الشايب اني الشلال ايه حقه الشلال، كلموني ربعنا الرياض وذكروني بيسوون، هم خابرين ابوي يدق عليك كل شويه. ايه فهمت وين عند البل، وش سويت وش ما سويت وش حياتي كلها. لا والله يتكلموني شباب من الرياض ناس شبعالي شبعالي ياخذون الشلالهم في مسبح في مسبح عندك. طيب ويعلموني ويصورون هني وانا اجيهم عادي. ولا بحفري وقرص محرت وبريت محرت وخيام من مدينه الهدايه. ايه هو يدقون علي قالوا احنا ناخذين الشلال وبنستانس معك ونضحك علينا ويصورون، ما شفت زين ونحط رقيم. ها وحنا دخلت مع الباب، لا والله الجوال يضرب الشايب ابوي، لا ابوي هذل من هذل لنا حار رجال حار ولا هيبه عندي. لا من شفت جواله والله اني ارتعد من راسي لين رجليني. هي لا ومستحي من الرجال جايهم وانا ارد عليه بحي الله هلا وارحب يا ابويا لبين الفراعه. قال وين انت على طول؟ قلت عادي عند البل. قال عند البل؟ قلت نعم. لوني حول المسمح اقول ما اخب الماء اخب الماء عادي عادي اصب الهباء دهو دهو وانا اقول ما اخب الهباء اخب الهباء عادي اسقيها اسقيها الله
هذا مش انا ولا اخوان يجوا لا على الحرام من صورتي ولا عند المسجد وود يده اخذ والله حرام عند المسجد اخذ الماء يده اخذ الماء كان عند يعطيك العافية يا بندر تشرفنا فيك يا حبيبي الله يسعد قلبك هذه يقولون اهل الابل ولا ايش؟ ها؟ هذه الابل فوق دي الهلال ايش هي؟ توديه الله يعطيك العافية كرمك الله يا ابن طعيمس يا هلا يا هلا والله الله يجود عليك ويرحم والديك شرفتونا ومرحباكم ونورتونا والله يسعدكم ويسعدكم الله يبارك فيك ويجود عليك يا حبيبي كرم هذا كرم منكم بيض الله وجيك الله يسعدك ان شاء الله ويحفظك ان شاء الله ويجعل بيت عامر بهلا يا هلا والله واستراحت عامر بهلا مرحباكم ترى طيب المطر وش سيك كرمك الله وعسى خلفنا طيب الخلف يا ربعنا يا تواج روسنا يا سلام يا سلام هذا حق المصرح بن عياد ها يا سلام والله والله كل ما جينا بحفله وجينا سارين خلصت الحفله طلع ابو فهد على المكرم وقال عسى خلفنا طيب الخلف يا ربعنا يا تواج روسنا عسى خلفنا طيب الخلف يا ربعنا يا تاجر وزنا عسى خلفنا طيب الخلف ربعنا يا تاجر وزنا ايوه الله انا ادينك الشيباني يوده الحين ان شاء الله الشيباني والله روعنا يا ولد بالكلام والله خرج خرج دماغك